تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا والتحاما مع الشعب الفلسطيني في القدس وحي الشيخ جراح واستنكارا لعدوان الاحتلال على القدس، شاركت جموع كبيرة في سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية في عشرات البلدات العربية من الشمال وحتى الجنوب. هي صرخة غضب نطلقها هنا من أم الفحم ووادي عارة ومن العديد من بلداتنا العربية، غضب ونقول أننا نقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مقاومته للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، على أهلنا في القدس، على أحياء القدس. نحن شعب واحد، ألمنا هو ألم واحد، وبالتالي هذه الصرخة عبر طرفي الخط الأخضر لحماية أقصانا، لحماية قدسنا، ولحماية حقوق شعبنا الفلسطيني. عملية التهجير اللي يحاولون يحدثوها في داخل الشيخ جراح، ورأينا ما حدث في باب العمود وأمس ما حدث هناك للمصلين في داخل الأقصى. جوابنا واضح وصريح، احنا شعب واحد موجودين اليوم نناضل، لن نسمح أن يكون هناك تهجير، لن نسمح بنكبة أخرى، كلنا شعب واحد متضامن، وهي رسالتنا اليوم إن شاء الله. رفع المتظاهرون شعارات تندد بعدوان شرطة الاحتلال على المقدسيين في رحاب المسجد الأقصى المبارك واعتداءات المستوطنين بحماية الاحتلال على السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، ودعماً لصمود أهل القدس في مواجهة مشاريع التهجير القسرية. هنالك تجاوب واسع من أبناء جماهيرنا مع نداء الضمير ونداء الواجب ونداء الوطن ونداء لجنة المتابعة. اليوم هنالك عشرات الوقفات والمظاهرات في كل القرى والمدن العربية من الجليل إلى المثلث إلى النقب للوقوف إلى جانب شعبنا في القدس في المسجد الأقصى المبارك، حيث يجري انتهاك بشكل قذر ووقح وفظ، وأيضا مع أهلنا في الشيخ جراح الذين يتعرضون لمؤامرات باقتلاعهم من بيوتهم. هذا موضوع نحن لا يمكن أن نكون لا مسالمين ولا محايدين ولا جالسين على دكة الاحتياط. هذه قضيتنا، قضية شعبنا، ولذلك نحن هنا اليوم في الناصرة وفي شفا عامر وفي الطيب وفي أم الفحم وفي عرابة وفي سخنين وفي عشرات الأماكن، يعني لا يضيق المجال. لا يمكن إحنا كشعب عربي نتجاهل الأحداث اللي عم تصير في القدس، لا يمكن، ولذلك إحنا إذا عبرنا عم نعبر بطريقة سلمية ومحترمة، احترام للكل، إنه نتنازل لا نعبر ولا نحكي هذا بألم، ألم في داخلنا، ألم. لذلك إحنا إلنا كل الحق نوقف باحترام للقانون ونعبر عن عدم رضانا للأحداث اللي بتصير في القدس، لأنه لا يمكن إنه نطيق أي غبرات مش مقبولة تيجي على كنائسنا وجوامعنا وهي واحد. إحنا قدام العرب كعرب الكنائس والمساجد هي رموزنا الروحية، لذلك بما أنها رموزنا الروحية إحنا مستعدين نروح ونوقف وهينا واقفين. هذا النشاط هو تعبير عن صرخة غضب قوية ضد ما يجري في الشيخ جراح وفي القدس وفي الأقصى تحديدا. إحنا منحس إنه شعبنا هناك ينزف دمه، وواجبنا نقف وقفة رجل واحد دعما لشعبنا في معركته العادلة المصيرية من أجل التحرر، من أجل إقامة دولته الفلسطينية المستقلة. تأتي الاحتجاجات المستمرة في البلدات العربية مع تصعيد الاحتلال في عدوانه على المسجد الأقصى والمصلين فيه، وتجسيداً للحمة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ضد الاحتلال وللنضال من أجل نزع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في محيط الشيخ جراح، وقامت بالاعتداء على فتيات تواجدن في خيمة اعتصام بالحي واعتقلت 5 منهم. واستخدمت شرطة الاحتلال الخيالة بالاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين في حي الشيخ جراح، خصوصا النساء والشيوخ، واعتقلت عددا منهم بشكل وحشي دون حدوث أي مواجهات قبل ذلك. هذا واعتدت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بوحشية على جميع المتواجدين هناك، وجرى إفراغ الحي كليا بوحشية.
أصيب 10 مصلين على الأقل إثر اعتداء شرطة الاحتلال عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك بعد إحياء ليلة القدر قرب باب الأسباط. ونقلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه. وأدى نحو 100,000 مصل شعائر إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم كل محاولات الاحتلال منعهم من ذلك. وقال الهلال الأحمر إن 90 مواطناً أصيبوا بجروح خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي في محيط باب العمود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الأسباط وحطاب القدس المحتلة. وأفاد في بيان صحفي أنه تم نقل 16 إصابة إلى مستشفى المقاصد و14 إصابة أخرى للمستشفى الميداني التابع له، وكانت معظمها إصابات بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت بشكل مباشر والاعتداء بالضرب. وهناك عدة إصابات بين الأطفال دون 18 عاماً. ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف من الدخول لمحيط باب العمود رغم وجود 10 إصابات، وتم تسجيل إصابة لأحد المسعفين. كل الطرق تؤدي إلى القدس سيرا على الأقدام أو بالحافلات. كانت هذه رسالة آلاف المصلين القادمين من الجليل والمثلث ومن النقب الذين حاولت شرطة الاحتلال منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. منع الشرطة للحافلات قبل بتجند مئات المتطوعين أبناء مدينة القدس وقرية أبو غوش وعين رافة وبيت نقوبة، والهدف هو تسخير سياراتهم هذه لنقل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. احنا عم نطلع البنادمين اللي هم نوقفوهم لانهم جايين على الصلاة، جايين على المسجد الاقصى مش لاي سبب، ولا لسبب مواجهات ولا لسبب حرق ولا تطفيش ولا تكسير ولا اي شيء. هذول بنادمين باعمارهم من 50 و60 و70 سنة، بنادمين جايين يعتكفوا بالاقصى بليلة القدر، جايين يصلوا بس يصلوا، هذا كل شيء جايين يعملوه. وقفوا 50 باص جايين من الشمال، فهم من ارسلوا من نشادات لاهل القدس ولشباب القدس انهم يطلعوا ياخذوهم يساعدوهم ويوصلوهم للقدس. فإحنا طبعاً طلعنا وتوجهنا من منطقة القدس كلياتها بجميع مناطقها لنحمل كل العالم وناخذ كل العالم الموجود هان على المسجد الأقصى تيفطروا تيصلوا تيعتكفوا. وبعد ساعات على حملة نقل المصلين التي لم تتمكن الشرطة من منعهم وساعات على إغلاق الشارع المؤدي إلى مدينة تل أبيب، اضطرت الشرطة للخضوع لرغبة المصلين والنشطاء وفتح الطرقات. وهذه هي مشاهد الاحتفال بالنصر الصغير. قدر عدد الذين تمكنوا من الوصول والصلاة في المسجد الأقصى ب90,000 مصل لم تشفع لهم ليلة القدر ولا وجود الأطفال والنساء لوقف استفزازات شرطة الاحتلال التي استخدمت القنابل المطاطية والصوتية لإثارة الهلع، والنتيجة هي أكثر من 100 إصابة معظمها بالرصاص المطاطي وفي الرأس. أما حملة الاعتقالات فقد طالت أكثر من 45 ناشط ومصل. وفي حي الشيخ جراح استمرت الشرطة في حماية المستوطنين ومهاجمة أبناء الحي واعتقال النساء بطريقة وحشية. وقد خضعت إسرائيل في نهاية المطاف للضغوطات الدولية التي مورست على إسرائيل، واستجابت المحكمة العليا لطلب المستشار القضائي بتأجيل النظر في قضية العائلات الأربعة من حي الشيخ جراح المقررة غدا لمدة 2 أسبوع على الأقل. وفي ذلك نصر صغير لأهالي الحي المتمسكين في أرضهم وبيوتهم. حملات إلكترونية تضامنية مع القدس وحي الشيخ جراح أطلقها نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إسنادا للمقدسيين وما يتعرضون إليه من محاولات إخلائهم من بيوتهم واستهداف لمقدساتهم ووجودهم. الهاشتاج والحملة عموما كانت من الحملات الأكثر نجاح برأيي، يعني احنا بنحكي عن ملايين الناس اللي تضامنوا مع حي الشيخ جراح ومع القدس ومع القضية الفلسطينية بشكل عام، بنحكي تأثير كبير كمان حتى على السياسة والسياسيين الإسرائيليين
اللي هم اليوم موجودين بموقف دفاعي وعم بيحاولوا كأنه لتهدئة الأمور. بفكر هذا كله نتيجة أنه في ملايين من الناس من دول عربية ومن دول أجنبية للضامنوا مع الحي وأثار ضغط، وكمان الإعلام التقليدي كمان تناول الموضوع، فبالتالي هذا كله شكل ضغط وشكل رافعة على الحكومة الإسرائيلية. ولاقت هذه الحملات رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تنقلها مئات آلاف المغردين والمدونين. لكن ما أثار امتعاض هؤلاء إقدام فيسبوك وإنستغرام على حذف قسم كبير من المضامين التي نشروها دون أي مبرر لذلك. نحن بنعرف أنه من سنين في حرب على الرواية، حرب على الرواية الفلسطينية، محاولة لطمسها لأنه ما توصلش ما تأثرش، وبالتالي في حملات تبليغ اللي كل الوقت عم بيعملوها، سواء رسمية من قبل وحدة السايبر اللي تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، أو من قبل مجموعات منظمة من منظمات صهيونية اللي بيقوموا بالتبليغ بشكل جماعي على المضمون الفلسطيني. هاي التبليغات للأسف عم تنأخذ بغالبيتها برد فعل إيجابي من قبل فيسبوك وإنستغرام، والنتيجة شفناها يوم الخميس ويوم الجمعة أنه احنا بنعرف عن مئات بس على الأغلب هي آلاف مؤلفة من المضامين ومن السيرفرات ومن البوستات اللي تم حذفها. ويؤكد نديم على ضرورة فضح هذه السياسات التعسفية التي تتبعها فيسبوك مع المحتوى الفلسطيني، وإلى أهمية ترجمة المضامين إلى عدة لغات كي تصل إلى عدة مجتمعات وفئات حول العالم. بفكر مهم جدا أنه احنا نحكي مع الجميع، وخصوصا يعني بلغات مختلفة مش بس بالعربي. مهم أنه ننتبه أنه ما نحكي بس حوالين بالإطار اللي حوالينا، بالدائرة اللي حوالينا. في إشي بنظريات شبكات التواصل الاجتماعي اللي بسموه إيكو تشامبر، لما أنت بتحكي بس مع اللي حواليك. مهم نطلع من هذا السياق، نحكي كمان بلغات أخرى، وإذا حتى فقط باللغة العربية فنحكي مع مجتمعات وشعوب وصفحات باللغة العربية في مناطق ثانية حتى نوعيهم على اللي بصير بالموضوع الفلسطيني، خصوصا عينيا بقضية الشيخ جراح. ففي دور كبير لكل شخص، كل شخص ممكن يرد. رغم انحياز بعض مواقع التواصل الاجتماعي الواضح لصالح إسرائيل، ورغم الضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية لحذف المحتوى الفلسطيني، إلا أن نبض الشبكة المنحاز لصالح الحق الفلسطيني لا يزداد إلا زخما يوما بعد يوم. في مدينة رهط في النقب أضرم ناشطون النار في إطارات أثناء وقفة احتجاجية لنصرة المسجد الأقصى المبارك وأهالي القدس الذين يتعرضون لهجمة شرسة. هذه وقفة احتجاجية وغاضبة وساخطة على ما يجري في المسجد الأقصى وعلى ما يجري في القدس، بالتحديد في حي الشيخ جراح. القدس عربية والمسجد الأقصى للمسلمين وفقط للمسلمين. المسجد الأقصى عقيدة وقرآن وآية. إن ظنت المؤسسة الإسرائيلية بأن سيأتي اليوم الذي سيكون فيه مسلم موحد لله عز وجل أن يتنازل عن المسجد الأقصى فهي تعيش أوهام، لأن المسجد الأقصى كما قلت وأسلفت هو عقيدة لكل مسلم. رهط والنقب دوما ينصرون القدس والأقصى، واليوم سجلنا موقف إيجابي إضافي. نقول لا جيش جرار ولا سموتريش ولا بن كفير يستطيعون تغيير الواقع. القدس عربية والأقصى إسلامية. وقد تظاهر العشرات من سكان مدينة رهط والمنطقة، حيث رفعوا شعارات منددة بسياسة حكومة إسرائيل في المسجد الأقصى واعتداء الشرطة على المصلين والمعتكفين في شهر رمضان المبارك. هذه وقفتنا كانت عبارة عن تنديد ضد سياسة هذه الدولة، السياسة العنصرية، سياسة القوة ضد أخواننا الفلسطينيين وضد أبناء شعبنا في القدس. طبعا الوقفة اليوم كانت الحمد لله رب العالمين ناجحة جدا، ملتهبة جدا، والحمد لله أظن أوصل رسالة قوية إلى المؤسسة الإسرائيلية بأن ترفعوا أيديكم عن الأقصى. نحن هنا في مدينة رهط امتداد لإخواننا في بيت المقدس هنا في الوقفة الاحتجاجية، لنقول أننا مع بيت المقدس ومع أخواننا في شيخ جراح، محارة شيخ الجراح، لنقول أننا وأنهم هناك سيبقوا ثابتون ونحن سنكون داعمون لهم. لا مكان لبين كبير ولا لأي عنصر في ذلك المكان. الهوية الوطنية هناك هي لأهل المقدس، ساحات المسجد الأقصى هي للمسلمين للصلاة للعبادة. تم تنظيم المظاهرة بدعوة من اللجنة الشعبية رهط تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أكد المتظاهرون أن القدس خط أحمر وأنه لا يمكن السكوت على المس بالمسجد الأقصى. Oh,
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت على مدار الأيام القليلة الماضية عشرات الاعتقالات بحق المقدسيين، وسلمت آخرين استدعاءات في هجمة شرسة تنفذها أجهزة وقوات الاحتلال بأوامر من المستوى السياسي الإسرائيلي ضد المدينة المقدسة وأهلها. وأشارت إلى أنه خلال عمليات الاعتقال تم الاعتداء على الغالبية العظمى من المعتقلين بالتنكيل والضرب العنيف، ما تسبب لهم بجروح وكسور ورضوض في مختلف أنحاء أجسادهم. ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تشدد يوميا من إجراءاتها العنصرية بمنع دخول الفلسطينيين إلى مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة على المصلين بإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي ووضع الحواجز أمام المواطنين والمصلين والمارة. جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين. وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك على جميع الأصعدة وفي المحافل كافة من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبورديني ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه يرفض الضغط الذي يمنعه من البناء في مدينة القدس، إن الاستيطان وأي بناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وهو مدان ومرفوض فلسطينيا ودوليا. وأشار أبورديني إلى أن القدس ومقدساتها أكبر منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المساومة عليه، وأن الشعب الفلسطيني قادر على الحفاظ على الرواية ولن تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان. وختم أبورديني تصريحه بالقول إن هذا نصر لن يساوم الشعب الفلسطيني على ثمنه وسيدافع عن مصالحه الوطنية، مضيفا أن المعركة أثبتت أن صنع السلام يتم فقط من خلال نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عمم وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي على سفراء دولة فلسطين بضرورة التحرك الفوري المشترك مع سفراء المملكة الأردنية الهاشمية اتجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والبرلمانات في الدول المضيفة لشرح تطورات الأوضاع في القدس المحتلة وما تتعرض له من عدوان إسرائيلي متواصل. وأوضح أن هذا التحرك المشترك يأتي في إطار تنسيق الجهود لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا ووقف انتهاكاتها الممنهجة. وطالب المالكي الدول والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم والتلويح بإجراءات قد تتخذ بحقها في حال تجاهلها لهذه الدعوات الدولية، والمطالبة بتوفير كل أشكال الحماية للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. أعرب مبعوثو اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهم لاحتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشوا فيها لأجيال في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس. وأعلنوا في بيان صحفي مشترك عن معارضتهم للإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد البيئة المتوترة بالفعل، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات اليومية والعنف.
ودعوا السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة تصعيد الموقف خلال هذه الفترة من الأيام المقدسة الإسلامية، وجميع الأطراف إلى التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه، وكرروا التزامهم بحل الدولتين المتفاوض عليه. أصيب مواطن فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث فتحت القوات المتمركزة على طول السلك الفاصل شرق القطاع نيران أسلحتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفتية والشبان الذين يتظاهرون سلميا قرب السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة احتجاجا على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة. وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات. وقصفت طائرة حربية إسرائيلية من نوع F-16 بصاروخين موقعين شرق دير البلح، ما أدى إلى تدميرهما وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة. هذا وأصيب 3 شبان على الأقل في وقت سابق بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة عقب قمع تظاهر نصرة للأقصى وإسنادا لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح. Thank you.